تبرز كفاءات أسهمت وتسهم بمهنية ومسؤولية في بناء الوطن. نعود اليوم لنتابع جانبا آخر من خدمات يقدمها العنصر النسوي داخل جهاز الدرك الملكي. زكية بلقاس. المرأة في صفوف الدرك الملكي تعنى بالدرجة الأولى بتقديم المساعدة الاجتماعية للأسر من أطفال ونساء. فبإقامة الدرك الملكي بالصالة الجديدة تقوم ليوتنان كولونيل سناء الرشوي بإدارة شؤون هذه الإقامة بعد أن قضت 30 سنة في مهام عديدة خبرت فيها دواليب العمل الاجتماعي. وتشمل الإقامة مجموعة من المرافق التي أقوم بتسييرها من أجل خلق فضاء مريح وسليم للساكنة التي تتضمن الدركيين وأسرهم. المثابرة والاجتهاد مكن المرأة من اقتحام مجالات متخصصة أكدت فيها حضورها وكفاءتها، كما هو الحال بمعهد الأبحاث الجنائية. يهتم قسم آثار التكنولوجيا الحديثة بإجراء الخبرة على جميع أنواع العينات الرقمية، وذلك من أجل استخراج محتواها واسترجاع الملفات المحذوفة. إدارة وتأمين نظم المعلومات مهمة تتطلب مهارات عالية. سمح زناتي مهندسة في هذا الميدان وهي مسؤولة عن قسم المعلومات بالدرك الملكي. بهذه المناسبة أعبر عن امتناني للقيادة العليا للدرك الملكي على ثقتها في الكفاءات النسوية، وكذلك على توفيرها للظروف الملائمة لتطوير هذه الكفاءات. نساء تختلف مواقعهن وتتباين اختصاصاتهن. نساء يعملن في صفوف الدرك الملكي ويلتقين عند نفس الهدف، خدمة الوطن على الوجه الأكمل. التطوع